هيبة البداية ديالها مع كرة القدم كانت عفوية، يعني جات تلقائية. البداية بعدا كانت كتمارس رياضة ديال الكونغ فو وكانت مشات فيها مزيان، ومن بعد ولات اختارت كرة القدم. ما عندي حتى شي مانع، المهم هو أنها تمارس رياضة، الرياضة اللي باغيها هي. هيبة كتلعب مع فريق ديال الذكور، يعني ديال الوليدات في السن ديالها، في الفئه ديالها، وكتسجل اهداف كثيره. الوليدات كيحترموها بزاف، كيحترموها وكتوجههم داخل الملعب. كنلمس بان كاين الناس اللي ما عجبهمش انها تمارس كرة القدم بدعوى انها رياضة ذكورية. بالنسبة لي انا ما كيهمنيش ان انسان يشجعك ولا ما يشجعكش، اللي كيهم هو ان بنيتها باغية تمارس هاد الرياضة، خصنا نوفروا لها الظروف باش تمارسها كيف ما بغات. العائلات اللي ما كيشجعوش او التي يخافوا على بنيتهم يمارسوا رياضات، انا بالنسبه لي هاد التخوفات ما عندها حتى شي مبرر، لان بنيتها بحالها بحال الوليد. الدليل على ذلك هو ان هيبه كتمارس كره القدم مع الوليدات وما كاين حتى شي مشكل. رسالتي لهيبه هي انها تزيد القدام وتشجع، راه غادية مزيان، وأتمنى لها التوفيق إن شاء الله.